ريفيتاب للدريفت الجولة الخامسة باستاد القاهرة. يستعد استاد القاهرة لاستضافة واحدة من أقوى بطولات الدريفت في مصر، الجولة الخامسة لبطولة ريفيتاب للدريفت. بطولة ريفيتاب للدريفت واحدة من البطولات بصراحة اللي الناس دلوقتي بقت بتتابعها، واستاد القاهرة هيستضيف البطولة دي تحت الأضواء الكاشفة، لأن البطولة هتكون الساعة 5، هتبتدي الساعة 5 مساء. الكلام ده هيكون طبعا يوم 16/12. ريفيتاب للدريفت التذاكر بتاعتها هتكون أول تذكرة، التذكرة العادية ب 100 جنيه وتذكرة الفي أي بي ب 200 جنيه. طبعا هيشارك في البطولة دي أقوى 16 متسابق، دول اللي اتأهلوا من الأربع دورات اللي فاتوا. بطولة ريفيت أب كان ليها قبل الدورة الخامسة دي كان في أربع دورات، الأربع دورات دول اتأهل منهم 16 متسابق، ودول اللي هيكونوا موجودين في الدورة الخامسة. الدورة الخامسة والأخيرة كمان هيحييها فريق شارموفرز، وطبعا دي فرصة كويسة جدا الناس اللي عايزة يعني تقضي يوم كويس. اليوم ده هيكون يوم حلو قوي، دخان ومواتير ومتسابقين وحفلة. كمان اليوم ده هيكون فيه تاندم دريفت، وطبعا الناس اللي بتتابع رياضة الدريفت هتعرف يعني ايه تاندم دريفت، يعني هنشوف إثارة ما فيش بعد كده الصراحة. البطولة دي هيكون فيها 7000 متفرج، المرة دي العدد هيبقى أكبر، الناس اللي هتتفرج هتبقى أكتر. وكمان البطولة يعني عايز أقول لكم على حاجة، هتبقى دي تقريبا أول بطولة هتكون كاملة في مصر. يعني بدأت البطولة من أول السنة بالجولات بتاعتها لغاية آخر السنة، هتقفل بآخر جولة، وهو ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه، لأن علشان يبقى في بطولة عندنا في مصر كاملة من أول راوند لغاية الراوند الأخرانية، ده بيقول لنا إن احنا داخلين في الموتور سبورت في حتة كويسة قوي. وده طبعا اللي خلى بطولة ريفيتاب يكون ليها رعاة، ورعاة كمان مش قليلين. زي دلوقتي ريفيتاب عندها المين سبونسر بتاعها شركة توتال، شركة توتال طبعا واحدة من الشركات الكبيرة اللي موجودة هنا في مصر، كمان شركة كوفرتينا، ودي شركة طبعا مصرية طالما احنا بنشجع الصناعة المصرية، ودي برضو واحد من ضمن الرعاة اللي موجودين للبطولة دي. ومش هنسى اقول لكم طبعا ان بطولة ريفيتاب للدريفت موجودة طبعا عندنا في اون تراك، احنا هنغطيها طبعا تغطية متميزة جدا، والكلام ده مش هتلاقوه غير في اون تراك بس، لان البطولة دي موجودة عندنا حصريا. ريفيتاب للدريفت الجولة الخامسة باستاد القاهرة. ريفيتاب للدريفت فاز في الجولة الأولى أمين عليوة، والجولة الثانية هيثم سمير، والجولة الثالثة والرابعة المتألق أحمد حمادة.